ما في آليات تطلع الجبل، فبنستخدم دبات البغال والحمير يعني لهالجبل هذا، لأنه صعب قاسي شوفت عينكم يعني ارتفاعه شي 250 متر. أيوة وصاير تكوك يعني، ما هو إنه في ميلان. مثلا صعبة بيكون إذا حملنا خفيف بنستخدم الطريق الصعب أقرب لنا، وإذا طريق حملنا تقيل بنستخدم الطريق الطويل لأنه أسهل بيكون.